إذن أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم أمس تعليماته للسلطات المعنية وكافة المتدخلين لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالمهجر إلى المملكة في ظروف مناسبة وأثمنة معقولة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة نجاة بوتفسوت. نجاة أهلا بك. أهلا بك نوفل. إذن تعليمات ملكية سامية للمتدخلين خاصة في قطاع النقل سواء الجوي أو حتى البحري لتسهيل عبور مغاربة المهجر إلى أرض المملكة بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا بالتأكيد، وإجراءات هامة جدا، تخفيض في أسعار التذاكر، مواكبة من مؤسسة محمد الخامس وأمور كثيرة جدا. نعم نوفل، وهذه المبادرة تؤكد الأولوية التي تحظى بها قضية الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذه القضية حاضرة في الخطب الملكية بقوة وأيضا في البرامج والأوراش الإصلاحية بالمملكة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اهتمام كبير يليه الملك محمد السادس لمغاربة المهجر الذين وضعت لأجلهم سياسة واضحة ودائمة تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم في مختلف المجالات وتجسد الحرص الملكي على استمرار ارتباطهم بوطنهم الأم. في هذا الإطار أصدر الملك محمد السادس تعليماته للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل قصد العمل على تسهيل عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلادهم بأثمنة مناسبة. وأمر الملك محمد السادس كل المتدخلين في مجال النقل الجوي خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية ومختلف الفاعلين في النقل البحري بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع وتوفير العدد الكافي من الرحلات لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها خاصة في ظروف جائحة كوفيد-19. كما دعا الملك محمد السادس كل الفاعلين السياحيين في مجال النقل والإقامة إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة. من جهة أخرى أعطيت تعليمات ملكية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل وضع ترتيبات خاصة للمواكبة رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على متن البواخر التي تؤمن العبور، وذلك لضمان استفادتهم من ظروف مثلى خلال العبور والوصول. وتهدف هذه الترتيبات إلى تسهيل مجموع المساطر الإدارية والجمركية والصحية خلال عملية العبور لضمان ظروف آمنة وسلسة ومرضية أثناء السفر وخلال الوصول والإقامة في المغرب. ويوضح بلاغ الديوان الملكي أنه سيتم الاستمرار في العمل بباقي التدابير الاعتيادية الأخرى المتعلقة بالاستقبال والمساعدة التي تؤمنها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في المغرب وبالخارج. ارتباطا بالموضوع، دائما أعطى الملك محمد السادس تعليماته لكي تتجند السفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارج خلال هذه العملية، وهكذا فإن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية مدعوة إلى تسهيل جميع الإجراءات القنصلية والإدارية المطلوبة من طرف المواطنين المغاربة والأجانب الراغبين في زيارة المغرب والتجاوب بطريقة ناجعة مع طلباتهم وانتظاراتهم. هذا كل ما يتعلق ببلاغي الديوان الملكي. شكرا على حسن المتابعة. نوفل، العودة إليك. شكرا جزيلا لك نجاة على كل هذه المعطيات.